أو الدكتوراه في دراستك في العراق قد يضطرك للانضمام إلى حزب ما أو يدفعك لتبحث عمن يتوسط لك من الأساتذة لدى أقرانه لتقبل وتكمل ما تطمح له. هكذا يصف بعض الراغبين بإكمال دراستهم العليا في بعض الجامعات العراقية معاناتهم وإخفاقهم في حصولهم على فرصة لإكمال تعليمهم العالي. رغم معدلاتنا هي معدلات عالية وعندنا شهادات بالحاسبة، شهادات لغة إنجليزية توفل، رغم أكو نتاج معرفي، رغم أكو جهود وخبرات متراكمة عبر العمل بالجامعات العربية، لم تسنح لي فرصة الامتحان، تم إخراجنا من القاعة الامتحانية بحجة التخصص الدقيق. المعروف أنه كل اللي ينقبل يعني تابع لفلان جهة أو تابع لفلان أستاذ أو تابع لفلان دكتور، وبالتالي بعد يعني اللي داخل منافسة شريفة ما له مكان. وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وإزاء هذه الاتهامات اكتفت بالتأكيد على أن الاستثناءات في قبول الطلبة ضمن الدراسات العليا، مبينة أن الاستثناءات تمنح لبعض الحالات الخاصة. نحن لا نستثني أحدا، وإنما هناك قواعد عامة، الاستثناءات محدودة بحالات إنسانية أو أوضاع خاصة. لجنة التربية والتعليم النيابية أوضحت من جانبها إنها ستستجوب وزير التعليم العالي بعد عطلة العيد بعد توقيع عدد من النواب طلبا لاستجواب الوزيرة داخل المجلس. تم توقيع عدد لا بأس به من أعضاء مجلس النواب لاستجواب وزير التعليم العالي، وسيكون إن شاء الله الاستجواب بعد العيد في بداية دوام المجلس. ورغم تأكيدات الوزارة عدم وجود أي استثناءات حزبية في مجالات التعليم العالي المختلفة، إلا أن تصريحات سياسيين قد تشير إلى خلاف ذلك. أناشد الوزارة الكريمة على أن تضع معايير شديدة وحازمة تعطي هذه الفرصة للكفاءات ولمن يحمل الدرجات العالية، وليس إلى أحزاب ومجموعات وفئات ومحسوبيات ومنسوبيات. نزم محمد، السومرية.